بيكو، النهاردة هنتكلم عن عملة الخمسين فلس الإماراتي زي ما واضح أمامكم كده. هنتكلم عن التركيبة والوزن والسمك، وهنتكلم عن التواريخ والأسعار. بس في البداية نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونتكلم في التركيبة. التركيبة من النحاس زائد نيكل، يعني هو من التركيبة نحاس وهو متنكل زي ما هو متنكل كده أمامكم كده، زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، ده كده نيكل. وزي ما حضراتكم شايفين، في منه تحس اللي فيه قديم داخل على فضة زي ما يكون فضة، بس هو مش فضة، واللي هو ايه اللي هو بيض. تركيبة زي ما قلنا من النحاس زائد نيكل. الوزن 6.5، القطر 24.5، السمك 1.9، وفي أوزان تانية برضك من النحاس. التركيبة من النحاس زائد نيكل، الوزن 4.4، القطر 21، السمك 1.7. يلا عشان ما اطولش عليكم، التواريخ اللي معانا 1989، ده عامل من 5.59 دولار 65 سنت ل 12,936 سنت او دولار. ومعانا 1900 برضك 89، ده برضك عامل 7.11 دولار. ومعانا 1995، ده عامل 5.75 دولار، ويعمل 12.941 دولار. ومعانا 1989، ده عامل 5.0، ممكن يعمل 60.5 دولار، 5 سنت عفوا. ومعانا الـ 2007، عاملة 5.75 دولار لـ 12,941. وهسيب لكم لينك التواصل تحت، لينكات التواصل والواتس عشان الناس اللي بتسأل. انا ببقى سايب دايما لينكات التواصل تحت في الواتس، لينكات التواصل تحت في الديسكريبشن واول تعليق. مستنيين فيديوهات جديدة. كان معاكم عمر، اهلا بيكم. دلوقتي انا هوريكم الاسعار واحنا شغالين وبنكتب زي ما حضراتكم شايفين كده. سعر المبيعات بتاعتها، عدد المبيعات 12,936. طبعا احنا بنتكلم الواحد ويبقى معاه كمية، ما انت مش هتيجي تبيع واحد بس يعني. نشتغل بس عشان نشتغل، هطلعك بره. بس ده عدد البيع طبعا زي ما احنا قلنا كده 2007، هي من 1959 95 عفوا 2007. طبعا متباعها ب5 دولار، وهنقول 60 سنت. حلو، مش وحش. ده عملة الـ50 فلس لجمهورية الإمارات المتحدة. طبعا وأحلى تحية، لأن طبعا عندي جماهير من الإمارات طبعا، وأنا بتشرف جدا بأي حد بيتابعني. زي ما حضراتكم شايفين برضو دي الأسعار. وأنت كنت نايم؟ عفوا يا جماعة، معلش. صاحب الأنتي من الأوضة بتاعي. وطبعا عندنا برضك سعر تاني برضك اللي هو 7.11 سنت، متباع 12,000 برضو 936. طب انا عايز اشتغل، ها الناس هتقول علينا ايه؟ طيب اتجننا. وده طبعا
25 فلس برضو. هنتكلم عن عبد الدوتين بس مفصل لوحده. احنا بنشرح دلوقتي الدرهم زي ما واضح قدامكم برضه في الفيديو. هي الأسعار لحد ما منخفضة جدا يعني، بس طبعا لو بيبقى معاه كمية طبعا. طب تيجي نبص على 50 فلس دي طبعا. طيب دي سعرها عامل $65. طبعا احنا زي ما احنا عارفين طبعا هي على حسب العرض والطلب، يعني زي ما واضح قدامكم. وده سعرها. هبتدي نبص على حاجة تاني. الواحد درهم برضو $53، مش وحش. الواحد درهم برضو $18. طبعا هنا في ناس عاملة منها ميداليات بتتباع ب$31 و50 سنت. وهنا برضك عندنا 25 فلس بتباع 170 مرة ب$16 بوينت 50 سنت. تعال نبص كمان تاني. ده موقع اتسي برضك عشان لو حد عايز يعرف الموقع ده، موقع اتسي. في موقع تاني هنتكلم عليها برضه بس في فيديو مفصل، لأن لسه شغالين على مواقع جديدة. طبعا احنا بنجيب لكم الخلاصة او الزبدة او الزيتونة من الاخر زي ما بيقولوا. يعني 50 هي ممكن من هي من 50 لأعلى من خم... من قصدي عفوا من $5 وانت طالع. طيب هنكتفي لغاية هنا ونكمل بقى في شرح العملة والخامة بتاعتها والسمك والكتر.